يعشق الشهرة، اشتهر برفع القضايا ضد الدولة والفنانين وأعلام المجتمع. يراه البعض ساعياً للشهرة، فيما يراه البعض الآخر حامياً للتقاليد. إنه نبيه الوحش المحامي بالنصر. الأستاذ نبيه الوحش المحامي بالنقد، مساء الخير، برحب بحضرتك على كرسي الاعتراض. مساء النور يا فندم، أهلا بيك. أستاذ نبيه، حضرتك غاوي اعتراض ولا غاوي شهرة؟ لا، أنا غاوي اعتراض، ولو جت الشهرة عن طريق الاعتراض أهلا بيه. ليه؟ لأنه أول حاجة دلوقتي قدمتوني بيها أنا معترض عليه. لأنه كده بتعترض من أول كلمة؟ مش يعني من أول كلمة. لأنه فيها ظلم ليا. اللي هي يعني إيه؟ حضرتك يعني معترض على أي جملة بالتحديد؟ على اللي قلتها. الجملة اللي قلتيها حضرتك إنه قضايا بتنتهي على ما فيش، أو إنه محدش بيعلم بيها بعد ما بتفرقع وتعمل أضواء. لا، أنا قضاياي بنتكلم في كل القضايا اللي حضرتك. أنا قضاياي مصيرية وبلاغات تاريخية وسوف تذكرها الأجيال جيل ورا جيل. لأنه لما أحصل على حكم بإسقاط الجنسية المصرية للشباب اللي جوا السهوليات، ده حكم تاريخي. لما احصل على حكم بتغيير شعار الشرطة في عنفوان قوة حبيب العدلي، ده حكم تاريخي. لما احصل على حكم لأهدرت كرامة بنات مصر، حضرتك ده حكم تاريخي. بس حضرتك تفهم احنا عايزين نقول ايه. حضرتك بتبتدي القضية بضجة كبيرة جدا وضجة اعلامية وصوت عالي، وبعد كده القضية بتبتدي تهدى تهدى تهدى. ممكن انا ما اسمعش الحكم حصل فيه ايه. ده مش عيب في نبيل وحش، عيب في وسائل الاعلام اللي بتهتم بالتفاهات وتسيب الحاجات المصريه والتاريخيه. طب حضرتك ما انت بتطلع في وسائل الاعلام بتقول. ما انا بوضحها. انا بوضحها، لكن المفروض دي وسائل الاعلام تركز عليه. يعني طيب، زي الحكم التاريخي بتاع اسقاط الجنسيه المصريه عن الشباب اللي جوا سهنيات، ما خدش حظه من الشهره ولا الاعلام. يعني ما فيش ولا قضيه خسرتها؟ لا، أو حتى القضايا اللي أنا بخسرها مش عيب فيا، عيب في القانون المصري المفروض يتغير. إيه القضية اللي حضرتك أما يجي أو الدعوة اللي رفعتها وكان عيب في القانون المصري إنه ما خدش فيها حكم أو إجراء؟ دعوة مهمة جدا، اللي هي دعوة قتل الأسرى المصريين والمدينة العزل في 56 و67، واللي وصل عددهم حسب إحصائية وزارة الخارجية المصرية 70,000 قتيل، واللي اعترفت بيهم مؤسسات الكيان الصهيوني وافراد الكيان الصهيوني ومصر والقضاء المصري اداني فيه عدم قبول لاني ماليش صفه. وحتى ايامها بعت انذار لمعالي المشير ربنا يديله الصحه محمد حسين طنطاوي، وقلت له طالما ماليش صفه انا في رفع في الدفاع عن اخوات المصريين المدينه العزه اللي قتلوا اللي كانوا اسرى، يبقى الشباب المصري ملوش حق في الدفاع عن ارض مصر. فده عيب اجرائي في القانون المصري بنطالب بتغيير. وايه اقوى القضايا اللي حضرتك قدمت فيها دعوه واخدت فيها حكم قوي؟ اللي هي باجماع الاراء من المحكمه الاداريه العليا اسقاط الجنسيه المصريه عن الشباب المصري اللي جوا الصهيونيات بعد اتفاقيه العار اللي هي 79، ووصل عددهم في الكيان الصهيوني الى 30,000. وبعدين النهارده الخطوره فين؟ دول احفادهم هيجوا يورثوا في مصر طالما متمتعين بالجنسيه المصريه. طب لو عقار في قطعه ارض بقينا فلسطين الثانيه. يعني اللي ما قدرتش اسرائيل هيشتروا مصر كلها؟ اللي ما قدرتش اسرائيل تاخده بالسلاح التقليدي، صرف اللفظه تاخده بس. طب ليه الاستاذ نبيه الوحش اغلب قضاياه خاصه بالفنانات المصريات؟ انا على فكره انا اللي بتصدى لهم مش فنانات ولا مطربات. أنا بتصدى للدخلاء على الفن وأنصاف الموهوبين، إنما أنا أغلب الفنانين أصدقائي. اسألوا الفنانة العظيمة عفاف شعيب، كل شهر بتطمن عليها وتطمن علينا. اسألوا الفنان القدير أحمد ماهر. يعني يا أستاذ نبيه دلوقتي حضرتك متخيل إن أنت لما ترفع عليها دعوة أيا كانت هي مين، هتعيد تربيتها أو هي هتلم الدور أو إن هي مش هتعمل الكلام دوت، أو هتاخد حكم بإيه؟ يعني إيه القانون أو إيه البند اللي في القانون اللي يوقفها عن شغلها؟
يقف منعها من الظهور على شاشه ايه؟ ما انت عارف ان احنا ممكن تبث من اي مكان في العالم يجي لنا هنا، بس ما تجيش مصر، ما تقعدش في مصر وتقول الكلام ده. ايوه بس حضرتك مش هتغير الكون، او مش هتغير غالبيه الناس، او مش هتغير السلوكيات، وليه مش احنا هتقدر ان انت تمنع حاجات كتيره لو ممكن حضرتك اعترضتي وانا اعترضت والتالت اعترض والرابع اعترض هنغير، لانه دي بلدنا مش مأجرينها مفروش ولا ايجار جديد. يعني هو حضرتك يعني حامي حمى الاخلاق؟ انا مش حامي حمى الاخلاق، بس هتقدر أنا تغير؟ طب قولي غيرت ايه؟ غيرت حاجات كتيره يعني. زي ايه؟ في حاجات كتيره اعترضت عليها وخدوا بيها. طب قولي قولي زي ايه؟ مش انا مش 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 انا مش مطلوب مني اقول اللي انا عملته ايه، انا مطلوب لا اتصدى دي التقديمه اللي انا قلتها في الاول اللي حضرتك اعترضت عليها، قلت لك ان في بعض القضايا حضرتك بتوجه فيها دعوه او بترفع فيها دعوه. يا استاذ جيهان انا مطلوب اعترض على السلبيات، مش مطلوب مني ان يتحقق اللي انا اعترضت عليه. حضرتك بتعترض على السلبيات لكن بترفع دعوه ايضا على السلبيات، ومحتاج ما هو ده وسيلتي. انا عندي قناه فضائيه عشان اطلع فيها اقول السلبيات غلط ولا صح، عندي جورنان عشان اقول فيه السلبيات غلط ولا صح، دي وسيلتي الدعوه القضائيه ان انا اعترض على السلبيات. وظيفتي قلمي، وظيفتي فكري، وظيفتي عقلي. يعني انا بعترض على وزاره مش على الفن بس، انا بعترض على تشكيل يعني التشكيل الوزاري الاخير. يعني لا احنا هنتكلم عن التشكيل الوزاري وعن كل حاجه، بس دلوقتي احنا بنشوف قضايا الفنانات لان حضرتك مشهور. ما هو العيب برضه، ما هو العيب برضه ان الاعلام بيركز على قضايا الفنانات بس، المفروض لا احنا بنركز على كل القضايا، والحلقه دي هتتكلم في كل حاجه حضرتك. انا بكلمك اهو يعني انتوا لو عايزين تسمحوا للبلد تتقدم، هي انتوا لما اتعلمتوا في الاعلام او في الصحافه، ايه هو الاعلام او الصحافه؟ اللي هو عين الحاكم وراي الشعب. حضرتك بدات رفع القضايا على الفنانين والفنانات من السبعينات، رفعت قضية أو وجهت دعوة على فيلم خمسة باب. لا كان الثمانينات مش السبعينات، لأن السبعينات كنت لسه طالب. كانت الفيلم كان في الثمانينات، حضرتك التمانينات وجهت الدعوة أو رفعت الدعوة على فيلم خمسة باب. بطولة والحمد لله اتمنع أيامها من العرض، ونادية الجندي اتمنع أياميها من العرض. حضرتك أخدت فيه ضرب الهوى وخمسة باب اتمنعوا من العرض تماما. طبعا الاثنين اتمنعوا من العرض. طيب النهارده هل في افلام رفعت ضدها دعوه واخدت فيها حكم؟ انا خدت احكام، والمفروض عملت قضايا ضد افلام زي حين مسخره، وزي عفاريت الاسفلت، وزي سهر الليالي. يعني حضرتك بتدخل مشروعة الفيلم تشوفه؟ نعم حضرتك بتدخل الفيلم تشوفه وبعدين ترفع الدعوه؟ طبعا. امال يعني ارفعها بالويم؟ تمام. ولا غيبي؟ ما ينفعش. حضرتك واجهت مشاكل او تهديدات بسبب كل الدعاوي اللي انت رفعتها ضد الفنانين والفنانات دي؟ حصل لك مشاكل؟ انا ولا بفكر فيها. حصل لي طبعا مشاكل وحصل لي تهديدات، انما المشاكل اللي انا اتعرضت لها واتاذيت فيها بصفه مباشره وغير مباشره، المشاكل اللي عملتها مع الدوله. يعني انا عملت معارك مع المرحوم كمال الشاذلي، عملت معارك مع فاروق حسني الوزير فاروق حسني، عملت معارك مع حبيب عدل وهو قاعد على كرسيه، عملت معارك مع الجنزوري لما طالبته بعدم علاج الفنانات والفنانين على حساب الدوله، لان دول مش على راسهم ريشه. عملت معارك كتيره. يعني النهارده اما اجي الاقي الفنانات اللي هم دخلهم ميسور، ومش ميسور وبس، وعندهم دخل بيصرفوه على ملذاتهم، يتعالجوا على افه الدوله، والناس اللي بتعاني من الكبد الغلابه او الفقراء والفشل الكلوي واللي بتاع ما مش لاقيين سرنجه. طب حضرتك كنت ضد كمال الشاذلي، ومع ذلك ليك مقوله اخرى بتقول محدش هيقدر يعوض مكانه فتحي سرور او كمال الشاذلي. حصل. ليه بقى؟ في الحرفيه والمهنيه. يعني كمال الشاذلي كان بيدير مجلس سيد قراره بالعين والحاجب، وهو اللي اسس دوله الديمقراطيه بالعين الحمراء. النهارده مجلس الشعب الحالي ملوش طعم ولا لون ولا ريحه. طب ايه اللي مش عاجب حضرتك او نقطه الضعف في مجلس الشعب الحالي؟ هو في نقطه او مجلس النواب هو عمل نقاط خالص عشان اقول له في عندك نقطه ضعف؟
ده محدش حاسس بيه. غلاء اسعار ما تصدر لهاش. بطاله ما حلهاش. يعني انت شايف بس نقاط الضعف، اكيد في حاجات برضو كويسه او في نقاط قوه. لانه انا من الصعاليك والحرافيش اللي بيعانوا من النظره السوداء. انا يعني انت عندك 75% 80% بيعانوا اشد المعاناه. انا منهم. انا بتكلم بلسانهم. بتعاني من ايه حضرتك؟ زي واحد برضو كانوا جايبين لنا في حوار دكتور من بتوع الليات البيضاء بيقول لك انا ما فيش فقر في الصعيد. ورحت وكنا في ضيافه محافظ اسيوط وتغدينا وتجولنا والصعيد زي الفل. رحت ردد عليه واحنا قاعدين برضه في الحلقه، قلت له يا فندم انت نزلت الكفور والنجوع والقرى؟ قال لي لا. قلت له لو نزلت الكفور والنجوع والقرى هتخبط على البيبان هيفتح لك الفقر نفسه. امال هو راح فين؟ كان في ضيافه المحافظ. طبعا على يبقى مفيش فقر هناك طبعا. كل كباب كل كفته. عشان كده ما حسش بالجوع. قلت له لو رحت خبطت على البيبان عندنا في القرى والنجوع والارياف كان فتح لك الفقر نفسه. حضرتك اعترضت على المفتي وقلت انه لا يجوز ان يفتي في الامور الدينيه، طب مين يفتي في الامور الدينيه؟ ليه بقى؟ اعترضت ليه؟ لانه الفتوى تصدر عن مجمع البعوث الاسلاميه او مجمع البعوث الاسلاميه او عن لجنه الفتوى في الازهر وهو الباشا المحترم يذاع. فوضى الافتاء ده ودتنا في داهيه، سابوا المرحوم جمال حتى لو كان المفتي من الازهر؟ حتى انا 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 ما بتكلمش على الازهر ومش ازهر، اتكلم في قرار تعيينه. خلاص؟ قرار تعيينه ايه؟ حاجتين. رؤيته للاهل الشهور الاهل العربيه رمضان وشعبان وشوال وجماد الاول والاخر ورايه الاستشاري في قضاء الاعدام، دول الوظيفتين للمفتي سواء كان من الازهر او غير الازهر. واجهت بالكلام ده للدكتور علي جمعه. يعني يبقى وظيفه المفتي ايه؟ لو هو مش هيفتي يبقى وظيفته ايه؟ حاجتين. ها؟ رايه الاستشاري في قضاء الاعدام ورؤيته للشهور العربيه في شوال ورمضان بس كده وشعبان بس. مش كلامي. كل واحد اتعين مفتي راجع قرار تعيين. وجهه الافتاء تبقى الازهر. الازهر او مجمع البعوث الاسلاميه. والفتوى لازم تصدر مجتمع، ليه؟ انا الكلام ده عامله من ايام انس الفقي، يعني بعت له انذار يا استاذه جيهان والنبي تصبر عليا عشان الناس تفهم. حضرتك اعلم من كل الناس اللي عينت المفتي ان هو عنده القدره على الافتاء في الامور الدينيه؟ انا مش بقول لك راجع قرار تعيينه، وانا قلت لك انا عالم اكثر منهم. هقول لك على معلومه بقى للشعب وليكي. ايام بطرس، ايام يوسف بطرس غالي. ها. خلاص؟ ها. الراجل اللي هو المحترم، ايوه، مش هذكر اسمه عشان توفى، عامل تقرير مخابراتي الراجل ده جاسوس لحسني مبارك وقدمه له. ايوه. بعدها باسبوع عينه وزير الماليه. الراجل مات بحصرته. يا استاذه جيهان تقولي له عينوه ليه وعملوه ليه؟ علشان كده اعتقلوك 4 مرات ومستني الخامسه ان شاء الله. بعد الحلقه دي على ما ان شاء الله. ده انا احلى احلى ايام حياتي في الاعتقال. انا على فكره بتعمل ايه في الاعتقال؟ بالمناسبه في اعتقال 81 انا عامل 8000 جنيه جوه السجن. عملتهم ازاي بقى جوه؟ واول شقه في حياتي خدتها من فلوس الاعتقال. واول عربيه ركبتها من فلوس الاعتقال. طب ايه عملت فرد؟ واول جوازه اتجوزتها من فلوس الاعتقال. يا نهار ابيض، ده وشه حلو عليك الاعتقال. اه طبعا. وبعدين انا كنت اعتقلت مع مين؟ ده انا كان في هناك فؤاد باشا سراج الدين، مؤمن الغضيبي، احمد فؤاد باشا. طب قول لي جبت ال 8000 جنيه دول منين؟ نعم. في السجن جبتهم ازاي؟ كنت بكتب تظلمات معتقلين ب 50 ب 50 جنيه وب 100 جنيه وبخرطوش سجاير، واخد خرطوش سجاير ابيعها في الكانتين واخد فلوس. هنا مخ مش طرف صحي. زي اللي قاعد على كرسي قدام المحكمه بقى و... لا لا لا، مش زي اللي قاعد على كرسي. ده راجل بمجهودي جوه راجل. لا 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 لا، التشبيه ده انا يعني الاعتقال كان وشه حلو عليك. اه طبعا، عملت حاجات كتير بفلوسه. اه طبعا. وقلت ولما خدونا بعد موت السادات ومقتل السادات رحنا سلمنا على الرئيس حسني مبارك في قصر العروبه، وواحد اسمه عميد اسمه الله يرحمه الله يديله الصحه بيقول لي ايه الفلوس اللي معاك دي يا وحش؟ قلت له انت خدمتني خدمه العمر. قال ازاي؟ قلت له انا ما كنتش لاقي شغل بره. لقيته جوه. لقيته جوه. قلت له لسه تحت التمرين باخد 20 جنيه. طيب قلت ان الازهر لا يتصدى الى الفسق والافكار المتطرفه. ليه؟ شفت الازهر ساكت عن ايه؟ ساكت عن حاجات كتيره. زي ايه؟ يعني ازاي الازهر
سايب الدراما المصرية بترتع في ربوع البلاد ازاي؟ سايب الفن الهابط ليه؟ سايب ال رأي الأزهر استشاري ما يقدرش انه يوقف استشاري في قضايا الإعدام. لا 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 ده لا يعني هو يقدر يوقف فنانات ويقدر يوقف أعمال فنية ويقدر يا أستاذة جهان الأزهر كان بغير حكام. الأزهر كان بغير حكام. هو مين اللي اتصدى الملك فاروق لما حب يفتي فتوى للسيدة أم اللي اسمها ناظر ولا ناظر ولا ويدي فتوى للملاك؟ مين اللي اتصدى له؟ مش برضه الشيخ المراغي؟ الشيخ الأزهر؟ يعني حضرتك شايف مين اتصدى لمحمد كريم اسلام الحنة الفرنسية؟ مش الأزهر؟ شايف ان الازهر طيب دلوقتي يعني ايه بيعمل ايه؟ لا هو المفروض اي حاجه مخالفه للقيم إيه؟ هو في اتنين يتصدوا للعادات السيئه والتقاليد اللي مخالفه للاذان السماويه. السيد المستشار النائب العام المفروض يكون عنده مكتب اعلامي بصفته حامل قيم. ايوه خلاص ومصالح المجتمع باسره والازهر الشريف. المفروض اي حاجه مخالفه للاداب العامه والنظام العام اللي بتصدى لها الازهر يعمل ايه بقى الازهر؟ يقدم بلاغات زي ما قدم في اسلام بحيري. طب مين اكتر جهه مسؤوله عن الاخلاقيات اللي حضرتك بتقول عليها؟ يعني انت اتهمت الدستور والازهر والقانون. انا ما اتهمتش الدستور. طب مين بقى الجهه اللي المفروض تتصدر يا للاخلاقيات؟ يا استاذه الدستور فيه مواد مفخخه. فيه مواد مفخخه اللي هو دستور 2014. خلاص ليه؟ لانه لما تسمحي بازدواج الجنسيه يبقى ده ماده مفخخه. لما تسمحي للمتهربين بالتجنيد اللي هي الواجب الوطني المقدس يبقى دي ماده مفخخه. يعني ايه وبعدين واخدين حكم تاريخي قال لك ايه؟ قال لك الجنسيه المصريه تجري في العروق مجرى الدم ولا تقبل ولا تقبل ضره ولا تقبل منافس في العقل والقلب. ادي القضاء المصري اللي حكم في موضوع الدستور والجنسيه. انت عندك 8 على فكره مفاجاه وهخصك بيها. اتفضل. مجلس النواب الحالي غير شرعي. ليه؟ وانا هرفع دعوه ان شاء الله بعد فيه بعدم دستوريته لانه مخالف ل 28 ماده دستوريه. 28 ماده دستوريه؟ ماده دستوريه. اهم هذه المواد، مش عايز اعرفهم ال 28 بس اهم هذه المواد، اهم اكثر هذه المواد. انه عضو مجلس الشعب يجمع بين وظيفتين ليه؟ الدستور بيقول ما يجمعش بين وظيفتين. ان مجلس الشعب يتعفي من قانون الضريبه المضافه ليه؟ طول عمره حضرتك هو بيجمع بين وظيفتين. ما انا بكمل لك اهو. ما لا الدستور الحالي بيمنعها. مش المفروض احنا في ثوره ولا احنا بنحلم؟ طب كان حتى لو كان في العهد الماضي ماشي. انما احنا في ثوره دلوقتي ولا بنحلم؟ طب ما انت معترض على الثوره. انا معترض على الثوره 25 يناير قلت دي ثوره فيسبوكيه. ليه؟ ليه؟ لان الثوره بتعمل ايه؟ بتغير، ما تجيش للاسوء. احنا ليه يا استاذه جيهان؟ ده فرنسا اللي في قمه التحضر عملت قانون اسمه قانون التسعيره الجبريه. ايوه مظبوط. مظبوط. ليه ما نعملوش احنا هنا؟ مش معومه هي برضو الجنيه هناك؟ ولا احنا بنعومه؟ ده احنا عومنا الجنيه لما غرقناه فطسنا اهله. احنا يا ريت عومناه. وبعدين الناس اللي خدوا قرار التعويم ده ربنا يسامحهم، النهارده بتعوم الجنيه وتخلي الدولار ب 17 و18 بلاش 20. وانت عندك ديون مثلا 100 مليون دولار واخدهم على 7 جنيه. اما تعومه وتخليه 20 جنيه دولار، مش ال 100 مليون دول هيطلعوا 10 اضعاف؟ يبقى انت هتسدد ديون 10 اضعاف الجنيه اللي انا ما اعرفش خدوا القرار ده يا اما تحت التكييف وهم قاعدين في مكاتبهم. نقابة المحاميين تحولت الى جراج للعاطلين. ما ليه؟ مظبوط. ليه؟ النهارده في مالهمش شغلانه خلاص؟ في 700,000 محامي مقيدين في ده تصريح حضرتك. ايوه طبعا وانا ما بنكرهوش وشرف ليا ان انا اقوله. طب ليه؟ لانه الـ المحامين 700,000 محامي المقيدين. ايوه على مستوى الجمهوريه. اللي شغالين منهم 200,000 محامي. خلاص؟ والباقي؟ الباقي بتوع توك توك ومحل فراخ وفي بنزينه وعربيه كارو وعربيه ميكروباص ومالوش علاقة بالحياة. طب يمكن اللي شغالين دول هم الـ يعني الشاطرين؟ لا 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 مش شرط، مش شرط. هو عايز يقيد ليه؟ عايز يقيد عشان يستفيد بالعلاج ويستفيد بالكارنيه. كلهم نعم. كلهم أعضاء نقابة؟ طبعا أعضاء جمعيهم 100 ومعاهم الكارنيه. معاهم الكارنيه. يعني بيسوق التوك توك بكارنيه؟ طبعا. وفي الفراخ بكارنيه؟ ولد في البنزينة زهقني. كل ما يشوفني يقول لي لزميلك يا ابني أنت شغال شغلانة محترمة ما تطلعش الكارنيه الله يهديك. ها يعني على فكره
المحاماه رساله وليس مهنه. بس انا عايز اقول لحضرتك انه اي مهنه شريفه. انا برضه انت مش فهماني، المحاماه رساله زي ما قالها لي الشيخ الشعراوي. طب ليه وصل حال المحامين الى هذا الوضع؟ لانه ما عندناش نقابه، مش انا قلت لك جراش ما عندناش نقابه. طب النقابه ممكن تعمل لهم ايه يا استاذ نبيه؟ يعني دلوقتي حضرتك محامي شاطر، انا عندي قضيه باجي لك، لو انت مش شاطر انا مش هجي لك. لا 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 لا، احنا بنتكلم على القيد مش على شطاره المحامي وعدم شطاره. لا ما انا بقول لك هو لا يصلح. لا ما يقيدش. طيب ما يقيدش، ما يقيدش في النقابه وانت ما تقبلوش. وبعدين على فكره يعني هو هيختبره الاول قبل ما يقيده مش ذنب. اه طبعا يحط شروط زي الصحفيين. الصحفيين على مستوى الجمهوريه 600 صحفي ولا 700 صحفي. ليه؟ بيشترط جيد، بيشترط سابقه اعمال، بيشترط ما اعرفش ايه، في شروط. بلاش الشروط دي. ليه يا عم النقيب ما تضغطش على وزير التعليم العالي ان كليه الحقوق تقبل زي كليات القمه عشان نحد من القدم المنبع ويدخلها المؤهل ليها مالش اللي ساقط؟ ليه كليه الحقوق ملطشه؟ انت عارفه زمان كليه الحقوق كان اسمها كليه الوزراء. كانت الحكومه بتشكل من الوزاره، اي وزاره كانت بتشكل في عهد السعديين والدستوريين والوفد من المحامين. طب هل نقدر نقول انه اللي ينضم الى نقابه المحاميين من يعمل فقط مش خريجي الحقوق فقط؟ هل نقدر نعمل كده؟ يعني اللي بيشتغل بس، اللي بيشتغل محامي الممارس فقط. الممارس فقط بالظبط. بس طب انت شفت عمر كريتي في ال 30 سنه بتوع حسني مبارك بالرغم الفساد كان على اشده، نقابه المحامين عملت قضيه ضد النظام؟ ما حصلش. في عهد السادات برضو لما اعترضنا على اتفاقيه العار بتاعت كامب ديفيد، حل مجلس النقابه بقرار جمهوري وجاب المرحوم جمال العطيفي، وبعدين حب يرضي المحامين فقال لهم اجي النقابه والبس الروب واجي واعتذر لكم، المجلس المحترم رفض. نفس الحال الموضوع حصل في عهد عبد الناصر. في العهد البائد احنا اللي عملنا روب ب 16,000 جنيه للرئيس حسني مبارك وهو اللي رفض يجينا النقابه. نقابه دي نقابه شموخ، نقابه عزه، نقابه فخر، نقابه الواحد بيتكسف يقول المحامي دلوقتي. طب انت شايف انه حل المشكله دي ايه؟ حل المشكله تحط شروط للقيد يشتغلش المهنة غير الممارس. شروط للقيد يعني يبقى ايه؟ جيد جدا مثلا؟ جيد حتى على الأقل. مع انه في واحد واخد مقبول يبقى انا احمل واخد جيد، بس انا عايز احد من القيد او تعمل له امتحانات او اختبارات، تعمل اي حاجة. يا استاذ نبيه هو مقيد او غير مقيد، هو في النهاية مش شغال محامي، هو شغال حاجات تانية. ايوة انا بقولك ده في كارثة تانية. وعلى فكرة الدخلاء على رسالة المحاماة وعلى مهنة المحاماة احنا. ليه؟ يجي الاستاذ نبيل وحش واحد مش شغال محامي، اديني شهاده ان انا ممارس عندك وبتاع، فبيبيعوها له ب 50 جنيه وب 100 جنيه. ده موجود الكلام ده؟ ايوه وانا قدمتها ايام حضرتك شفتها ويعني وقدمت طلب للاستاذ حمدي خليفه وكلمت الاستاذ سامح عاشور. يعني حضرتك شفت حالات زي كده؟ ايوه يا استاذ سامح. ثبت الحالات دي؟ ايوه طبعا يا استاذ سامح. لو ثبت نبيل وحش انه دخل واحد دخيل على مهنه المحاماه وعلى رساله المحاماه حوله جدول غير مشتغلين. ده الصح. انما هم ليه بقى ما يسيبوهم؟ لانه بيستفيدوا منهم في الانتخابات. فاي نقيب كان عينه على كرسي الانتخابات مش على المهنه، لو مش بتولع المهنه. مين اللي قال عليك بعبع الفنانين؟ سمعت الاسم ده عليك قبل كده؟ انا سمعته بس انا مش احنا في البدايه قلت لك انا اغلب الفنانين والفنانات اصدقائي، انا بعبع الدخلاء. ما خفتش في حياتك خالص؟ ولا يجي في ذاكرتي حتى. طيب امتى حسيت بالهزيمة؟ اما والدي توفى. ده على المستوى الشخصي. على انه والدي برضو كان وحش على مستوى المحافظة مش على مستوى القرية عندنا. والدك؟ اه. كان معترض على طول برضو؟ لا كان ما اتعلمش بس كان حكيم. طب ده على المستوى الشخصي، لا على المستوى العملي، امتى حسيت ان انت مهزوم او لما الدوله سعيك زي قلته؟ لا لا لا، لما الدوله بتتحداني وما بتنفذش الاحكام ولسه قايلها على فكره في الدائره الثانيه في المحكمه الاداريه العليا، قلت للقاضي بالنص كده، قلت له يا سيدي المستشار الجليل انا شرفت على الستين، نفسي اشوف القانون يعني في مصر الدوله هي يتطبق صح. ان هي تتحدى الاستاذ نبيه انا اكمل يا استاذ؟ اكيد الدوله مش هتطبق. والله انت لو تخليني نكمل هنستفيد احنا الاثنين والشعب هيستفيد. قلت له لو سمحت يا معالي المستشار الجليل انا شرفت على الستين، نفسي اشوف قبل ما اموت انه القانون بيتطبق صح ويتنفذ صح.
يظهر علينا احنا في شبه دولة زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي. قال لي لا انت فهمت الرئيس، سألت الرئيس غلط. قلت له يعني انا من 59 سنة حمار مش نبيه؟ ما ينفعش. مشاهدينا فاصل ونعود مرة أخرى. مشاهدينا رجعنا مرة تانية بنكمل كلامنا مع الأستاذ نبيه الوحش المحامي بالنقد. حضرتك اعترضت على قانون الأحوال الشخصية الجديد وقلت إن إحنا محتاجين ثورة تشريعية. مظبوط. إيه اللي مش عاجبك في قانون الأحوال الشخصية الجديد؟ إحنا محتاجين ثورة تشريعية في كل القوانين. للأسف من الخمسينات ما عندناش تشريعات. عندنا بنحذف مادة ونحط مادة، عندنا حاجة اسمها ترقيع للقوانين. حضرتك عايز تغيير كامل وشامل. عايز تغيير كامل وشامل. تشريع لقانون العقوبات من أول وجديد، تشريع قانون الإجراءات التجارية من أول وجديد، تشريع لقانون التجارة من أول وجديد، عايز ثورة تشريعية. أكيد في حاجات لازم تتغير. ما أنا بكمل لك أهو، عارفة في مستشار محترم اسمه إسماعيل حمدي. كان في قضية مهمة قدامه جدا. اسمها حديد أسوان، قضية حديد أسوان. الراجل قال إيه في حكمه بقى؟ أيوة. هؤلاء المتهمون أو المتهمين ارتكبوا فعلة شنعاء يستحقون عليها الإعدام شنقا، ولكن المحكمة أمام ترهل القوانين وتناقضها حيث أن مصر تعاني من إسهال تشريعي متناقض ومتضارب لا تملك إلا أن تقضي بالبراءة، وناشد المشرع في تغيير القوانين. باختصار الكلام ان حضرتك معترض على القوانين اللي موجوده دلوقتي وطالب تغييرها. طبعا عايزين ثوره تشريعيه. اعترضت حضرتك على الفنان عمرو دياب وقلت ان هو لازم يتسحب منه الجنسيه المصريه. طبعا حصل الكلام. طبعا طيب حضرتك زعلان ليه؟ هو نازل بشورت ده بيمثل مصر، بيمثلنا انا ورايح حفل الديسكو مخفية. لا هو مش رايح بتكليف يا استاذ نبيه. ولا بتكليف، هو حر مع الحريري مع غير الحريري. استاذة جهان، هو حر. استاذة جهان، مين اللي صنع النجم؟ مش احنا اللي بعتيه. انا اللي صنعته بفلوسي. لا 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 خالص، مش انا اللي صنعته بشرايط اللي بشتريه. لا لا لا، مش انا اللي صنعته بالافورج عليه في الدراما. انا اللي صنعته. وعشان كده المقولة اللي بتقول ان الفنان ليه خصوصياته، لا ما لهوش خصوصيات. الفنان هو شخصية عامة يخضع لأي نقد. تمام، هو قدم فن، الفن ده كان موجود جوه مصر ولف بيه خارج مصر، فما فيش حاجة اسمها أنا اللي صنعته بفلوس. لا أنا اللي صنعته بفلوس. وفي النهاية هو أنا اللي اديته الشهرة، أنا كمواطن مصري. هل هو غلط في الشعب المصري؟ غلط في الشعب المصري. إن هو رايح بشورت؟ طبعًا. هو حر، دي حرية شخصية. هو بيمثل نفسه وهو رايح هناك ولا الفنان عمرو دياب؟ الفنان المصري بسبوره إيه؟ يا أستاذ نبيل. يا أستاذة جهان، بسبوره الفنان المصري عمرو دياب. المصري هو عاقل ويتحمل مسؤوليه تصرفه، واحنا مالناش دعوه. مش رايح يعمل، مش رايح يتغدى هناك. امال هو كان رايح ليه؟ رايح يعمل حوار فني. فني بيمثل في مين؟ لا 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 لا، بيمثل نفسه. امال رفيق الحريري سابوه ليه؟ ما استقبلوش وسلم عليه ليه؟ ما خدتش ولا حكم؟ نعم ما خدتش الحمد ولا لله حكم. انا اسمي لك ايه ولا ايه؟ ويا ريت ويا ريت اي حد بقول عليه وصف، انا ما بشتمش حد، اللي بقول عليه وصف يروح عندنا في المحاكم ويرفع دعوه او بلاغ، وانا اشوف ارقصه على واحده ونص ولا وافضحه اكتر ما هو مفضوح. ودلوقتي بقوا كام قضيه؟ لا انا مستني اعتقال مش مستني قضايا. ولا عشان انت بتعمل غلط؟ لا الحمد لله كانوا ما خسرونيش. التوتر اللي حضرتك فيه ده، هل في يوم من الايام فكرت انك تروح لطبيب نفسي تهدى شويه؟ لا اصل صاحب الحق قوي، ده مش توتر خوف ولا ضعف، ده توتر قوة، ده توتر ثقة، ده توتر إيمان بالله. ما رحتش ولا مرة لطبيب نفسي؟ واروح اعمل له ايه؟ انت عايز ده هم محتاجين، ده الأطباء النفسيين محتاجين طبيب نفسي، ما شفتهمش في الأفلام كده مروشين هم؟ لا ده في الأفلام بس، وغير الأفلام على فكرة في الطبيعة برضه مروشين. ليك على فكرة طول ما أنت قريبة من ربنا ولا حتى جنون الزرق بتهزك. ونعمة بالله أكيد. تعالي للسياسيين التايوان، أنت عارفة الوحيد اللي قال إنه مصر بعد 25 يناير باضت احزاب وفقست سياسيين وسالت نشطاء، والبيت طلع للاسف اغلبه ممشش، والنشطاء طلعوا ملاء وخونه، والسياسيين طلعوا تايواني.
اللي هاجمتهم انا فخور اني هاجمتهم. مفيش ولا مره اعترضت ولقيت اعتراضك كان غلط؟ متكافح هو الانسان اللي اعترضت عليه انا في 2009. مش برضه قضيه التمويل الاجنبي قالت عليهم خونه وجواسيس؟ ما ندمتش ولا مره على اسلوبك او على انك اعترضت على شيء وطلع غلط؟ لا الحمد لله، لانه كل حاجه اعترضت قبل ما توثق من الكلام اللي انا بقوله بعترض عليه بعديه. ضميرك مستريح؟ قوي قوي. طب ما غلطتش في حد وحسيت ان انت يعني غلطت فيه وحبيت ان انت تصالحه مثلا؟ انا لو غلطت يعني لو انا فعلا سرعت وغلطت ده قمه القوه انك تعتذر. مش ضعف، الاعتذار في الغلط قوه. ما انا كنت قادر يعني اكل واشرب وانام زي الناس التانية. بس انا طبيعتي كده، خلقت كده. انا في السبعينات وانا طالب اعترضت على مدير المدرسه عشان ما اعرفش ادانا عمر بايه، وخدت الفصل بتاع ثالثه ثانوي، كان فصل وحيد ثالثه ثانوي ادبي، وخدته ومشيت من المدرسه. خدت الفصل ومشيت كله. رحت فين؟ طلعنا بره المدرسه. يعني انت وجه ساعتها مفتش بالصدفه اتخانق مع مدير المدرسه وقالوا ازاي تسيبه يمشي فصل كامل، شاورت لهم كده طلعوا معايا كلهم. يعني عشان انت بس يعني غصب المدير كان عامل حاجه كده مش فاكرها. بس يعني انت من يوميها كده وانت مشاغب وعامل قلق؟ على فكره العبد اللي قاعد قدامك ده ما خلاش ولا حاجه ما اشتغل فيه. انا عصامي لان انا ابن فلاح اجير. يعني انا فخور ان انا ابن فلاح اجير. ما خليتش ولا حاجه ما اشتغلتش فيها وانا طالب. مش دلوقتي المحمول عنده والكمبيوتر عنده واللاب عنده والتكييف فوق دماغه وفاشل اصلا. يعني احنا الثانويه العامه والاعداديه خدناها على لمبه جاز، كانت لمبه صاروخ كده بنشم فيها. دول هم اوضه لوحده وكهرباء ولاب وما بيجيبش مجموع. وزاره التربيه والتعليم انا طالبت بالغائها لانه لا فيها تربيه ولا تعليم. معترض على المناهج؟ المناهج والوزارة التعليمية والوزارة. احنا عاملين حقل تجارب اخرهم واحد كان بيتحرش ببنتين جنسيا ومنزل له احنا 12 صورة، وواحد سرق مشروع ومقدم انا بلاغ للنائب العام ان هو السيد الوزير اللص الحرامي. المشروع عاملينه بتاع الطالب النابغة محمود الرامي من 2014، جه في 2016 نسبه لنفسه. طيب لو قعدت على كرسي الاعتراق تعمل معركة مع مين؟ حاليا آه. مع وزير الداخليه الحالي. علشان مش راضي يبني لنا سجون جديده لحبس المحامين، لان انا عامل له دعوه قضائيه جديده بالزامه بانشاء سجون جديده لحبس المحامين. ليه السجون مش مكفيه يعني؟ لا عشان ما تحبسش مع سيد نكسه وجمال بطيخه واشرف بسكويته وزعبولة سليم. يعني انت عايز تعمل لحضرتك انه قدر للمحامي فيبقى لا مش قدر برضه، لانه عشان احنا كده كده محبوسين في قانون الضريبه المضافه. انا مش بقدم سلعه ولا بقدم خدمه. وبعدين زي ما بقول لك كده يعني عايز ان المحامين يبقى لهم سجون خاصه بيهم هم فقط. ليه لانه دلوقتي عملنا قانون الضريبه المضافه عايز يطبق علي. انا اجي احصل من الموكل وبعدين اورد له. ما تخليها بطابع دمغه للمحامي النقد 100 جنيه، الاستئناف 50 جنيه، الابتداء 20 جنيه، وهتلم فلوس يوميه لحصيله الدوله. انا ما اعرفش والله العظيم نفسي اقعد معاهم عشان اشوفهم بيفكروا ازاي. انا رفضت لقاء اكتر من وزير. يعني اخر حاجه كنا بنكرم نقيب المعلمين واخدت رئيس اتحاد المعلمين العرب وبعدين كان الوزير هناك وكان مجموعه هناك. ايوه. وبعدين جاي بيقول استنى لما نوصل الوزير لغايه العربيه. قلت له حاضر. عند العربيه بيقول للسكرتيره بتاعه خدوا تليفونات الاستاذ نبيل وحش بتوعه. خدوا تليفونات. قلت له خير يا معالي الوزير؟ قال لي لا عايزك في المكتب ادردش معاك. قلت له حضرتك كده مش عايز تدردش. قال لي امال ايه؟ قلت له انت عايز تقص لساني. حضرتك معترض على المحاكمات اللي تمت بعد ثورة 25 يناير وقلت ان هي ضيعت على مصر مليارات كتير. ايه يعني المفروض كان من وجهة نظر حضرتك انه يتم اتباعه؟ اي دولة في الدنيا بيحصل فيها مرحلة انتقالية او ثورة خلاص؟ ايوة. بتعمل محاكمات ثورية. تمام. زي ما حصل ايام عبد الناصر. مش عمل حاجة اسمها محكمة الثورة؟ وأمم. أيوة. وجاب الناس دي هات فلوسكوا هات 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 هات. طيب النهارده لو حاكمهم بالقوانين العاديه كانوا جابوا الناس فلوسهم؟ وعلى فكره ده حق قانوني ودولي وشرعي. ايوه. وبرضه اعترضت على
الحكومة المترهلة ولا الحكومات المترهلة المتعاقبة اللي ما منعتش المظاهرات والاحتجاجات. المادة 4 في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية للأمم المتحدة بتقول إيه؟ أي دولة تقوم فيها فترة انتقالية أو ثورة تقيد من حقوق أفرادها. لا، الحرية، العيش، المطعمية، البلاوي الزرقاء، يا عم اهدى. أنت أصلا في فرق بين السائر والثوراجي. ايوه. السائر بيثور عشان يهدى ويصلح اوضاع، الثوراجي بقى يفضل يثور لغايه لما تحصل له تسلخات. بيعاني من يعني، ولذلك احنا ما كانش عندنا ثوار، احنا كان عندنا ثوره جايه. ايوه. وهناك فرق بين السائر والثوراجي. ده عملوا حاجات حلوه، ما حاجات حلوه عايز يثوروا وخلاص. تمام. فالنهارده لو اتحاكمنا يعني محاكمات ثوريه، طب هل الثوراجي دوت بيبقى لمصلحه ما او ماجور؟ لمصلحه شخصيه او مصلحه شخصيه؟ ماجور او لمصلحه شخصيه غير السائر؟ زي ما الشيخ الشعراوي قال، السائر يثور ثم يهدى ليصلح. لكن الثوراجي ده على طول عايز يهد الدوله، زي الاتحاد، زي الثوريين الاشتراكيين، يعني بلطجي، يعني بلطجي عايز يستفيد هو او ينفذ اجنده اسياده بتوع الشكل والدولار والين واليورو. بس يعني احنا محتاجين لثورة اخلاقية؟ ده ضروري. ازاي بقى؟ تفتكر ممكن تيجي ازاي؟ تيجي ازاي؟ احسن سؤال سألتيه في الحلقة. الحمد لله. خلاص؟ تيجي عن طريق الدراما المصرية، نمكن للعادات والتقاليد، تيجي عن طريق الفن المصري، تيجي عن طريق الاعلام المصري، تيجي عن طريق التدريس في المناهج، في 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 المدارس، تيجي عن طريق القدوة في البيت، تيجي عن طريق قدوه في النادي، كل ده يجي تيجي عن طريق تشديد العقوبه، لانه في ناس ما يردعهاش غير العقاب. ايوه، بس خلي بالك انه في النهايه جزء من الحريه الشخصيه، يعني يا سيدتي، يعني في ما حاجات انا ما اقدرش سيدتي ادخل فيها سيدتي القانون او هناك فرق أو هناك فرق بين أيوة الحريه الشخصيه والتعبير عن الراي والوقاحه والسفاله والانحطاط. اللي بيصدر عن اشباه الاناث دول او اشباه الناس ده اسمه سفاله وانحطاط، وانا الحمد لله حدش يقدر يشكك في وطنيتي ولا مصريتي. معترض على محمد ابو حامد؟ اه طبعا. ايه وجه اعتراضك عليه؟ الاستاذ محمد ابو حامد بجلاله قدره، ايوه، مقدم مشروع قانون انه يلغي بيحدد السن لهيئه كبار علماء الازهر، وما قدموش غير بعد مشكله الطلاق الشفوي او الشفهي. خلاص؟ اللي انا بحيي فيه جزمه الدكتور الطيب وجزم كل العلماء من كبار العلماء، بهيئه كبار العلماء. يعني حضرتك قلت ان انت فعلا اكمل بس والنبي اكمل المعلومه دي، المعلومه مهمه. طب انت عضو في لجنه التضامن يا عم محمد، وعضو مجلس نواب، ليه ما قدمتش مشروع قانون للايتام والغلابه اللي بتعذبوا في الجامعه في دوائر الايتام؟ وبعدين قال ايه كمان؟ غلط. قال لك هيئه كبار العلماء وصلوا لارض العمر، فلازم نحدد سنهم باقل من 80 سنه، يعني 60 او 50. انا بقول له يا استاذ يا محترم، لازم تعرف اذا كنت تجهل انه حفظه القران وحفظه والعلماء حتى لو ارتدوا الى ارض العمر ربنا بيحفظ لهم ذاكرتهم. الدليل والشاهد الشيخ الشعراوي. بعد 80 سنه عمل خاطر الشيخ الشعراوي، ما تعرفش انت تعمل اي حاجه. أستاذ نبيه، بالرغم من اعتراضنا على أسلوبك وعلى بعض مصطلحاتك والله فخور وعلى صوتك العالي، اللي أنا برحب بيك النهاردة في كرسي الاعتراض. والله أنا اللي فخور بأسلوبه وفخور باعتراضه وفخور، وهقعد لما أموت هعترض، واللي مش عاجبني هديله بالكتانيلا. ومستني السجن الخامس مرة؟ طبعا إن شاء الله قريب، بس ما كنت أتمنى ما يجيش في الشتاء عشان ما بحبش. وهتعمل فلوس جوه السجن المرة دي بقى؟ أكتر من الأول، يعني هسيبها للورثة بس الحمد لله. شكرا والى اللقاء. عفوا.